خلال الأشهر الثلاثة الماضية والأيام العشرة التالية، رعى الملك سلمان بن عبد العزيز 5 مناسبات في العاصمة الرياض. أولها مؤتمر عن الملك عبد العزيز رحمه الله أقيم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وآخرها افتتاح مشروع البجيري في الدرعية القديمة. أما أوسطها فكانت لجائزة الملك فيصل العالمية ومعرض الفهد وسباق الخيل. في 100 يوم عقد مجلس الوزراء 13 مرة. سلمان الملك ترأس جميع جلساته، وقد غادر هذا الاجتماع الأسبوعي 3 من الوزراء في ذات الفترة والمعنيين بوزارات الاقتصاد والتخطيط والإسكان والصحة، بالإضافة إلى تغييرات طالت هيئة الإذاعة والتلفزيون ونوابا في وزارتي الصحة والتعليم، وهي آلية تعكس الإصرار نحو العمل والعمل فقط. جلسات مجلس الوزراء ناقشت العديد من الموضوعات وأصدر موافقته على جملة من القرارات القريبة من حياة المواطن، ومنها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار بوزارة الشؤون الاجتماعية، ارتباط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة. أول شيء أتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين على ربط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة. بالتأكيد هذا جانب مهم لأنه يكمل المنظومة الصناعية، فالتمويل الذي يقوم عليه الصندوق يكمل كذلك الجوانب الأخرى التي تقوم عليها الوزارة. فالوزارة تقوم على الأراضي الصناعية من خلال هيئة المدن الصناعية، وتقوم على هيئة الصادرات التي تساعد في تنمية صادرات المملكة، وكذلك تقوم على هيئة المواصفات المقاييس التي تحدد مواصفات المنتجات، وكذلك برنامج التجمعات الصناعية. هذه المنظومة الآن تتكامل مع بعض بوجود تمويل حتى نرتقي بالصناعة. تتلخص أهداف البنك اللي يعتبر رافد تنموي قوي ومؤثر في التنمية الاجتماعية تقريبا في 3 محاور. المحور الأول محور القروض الاجتماعية، وهي إعطاء قروض للمساعدة للزواج للترميم للأسرة في حدود 60,000 ريال بحد أعلى لمن راتبه 10,000 ودون، وهذه قروض بدون فوائد، هذه قروض اجتماعية تسمى قروض اجتماعية. المحور الثاني محور المنشآت الصغيرة وتنميتها ودعمها، وهذه يلعب دور البنك إلى أن يكون منسق ومسهل وممول ومطور للمنشآت الصغيرة. المحور الثالث وهو المحور اللي في نظري مهم، ومحور الادخار وتعزيز ثقافة الادخار.